أسأل سائل هل هناك طريقة أو منهج للوصول من الذكر اللفظي باللسان إلى الذكر القلبي بالجنان؟ وسيلة ذلك هو أن يتدبر وأن يتأمل الإنسان معنى الذكر، فإن كان يذكر بأسماء الله الحسنى تدبر وتأمل معنى الاسم ما بين جمال وجلال وكمال، وإذا كان يذكر بالكلمات العشر الطيبات فإنه يتدبر معناها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون، توكلت على الله، والصلاة والسلام على سيدنا النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم. فتدبر المعاني وسيلة لانتقال الإنسان من اللسان إلى الجنان. تكلم بعض أهل الله أنهم جربوا جلسة التشهد الواردة عن السيد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذه الجلسة التي لا يتقنها كثير من الناس بأن يفرش قدمه اليسرى وأن يقيم قدمه اليمنى ويجعل أصابع قدمه مواجهة للقبلة على ما هو شائع معروف في جلسة التشهد خاصة الأوسط، فإن ذلك يساعد على النقل من اللفظي اللساني إلى القلبي الجناني. وذهب بعضهم من عباد النقشبندية رضي الله تعالى عنهم أنهم لاحظوا أن عكس هذه الصفة يسرع الوصول إلى ذكر الجنان، يعني يفترش اليمنى ويقيم اليسرى. طب إذا كنا احنا مش عارفين نفترش اليسرى ونقيم اليمنى، نفترش اليمنى ونقيم اليسرى صعب شوية، عايزة تدريب، لأنها مسألة تتعلق بنحافة الإنسان وامتلائه وبثقله وبجسمه وأيضا بتعوده، فهناك أناس يتعودون وهناك أناس لا يتعودون، وهذا الذي لا يتعود يستمر في الذكر، فإن الذكر مبارك سواء أكان لسانيا أو قلبيا، كما ينص على ذلك الإمام النووي رضي الله تعالى عنه في كتابه الماتع المانع الجامع الأذكار. ويساعد على الانتقال من اللفظي إلى القلبي الخلوة، والخلوة فيها قلة المنام وقلة الكلام وقلة الطعام وقلة الأنام، أخذوها من فعل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه كان يخلو بنفسه في غار حراء الليالي ذوات العدد حتى إذا نفد زاده نزل ليتزود لمثلها حتى أتاه الوحي. والشريعة تعرف هذا أيضا لعموم الناس في صورة الاعتكاف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشد المئزر ويعتكف في العشر الأواخر من رمضان. وعندما حملت نفسه الشريفة
من زوجاته اعتزلهن في خلوة في العوالي، إذن فكان يختلي صلى الله عليه وآله وسلم. والخلوة ترقق القلوب وتساعد الإنسان على النقل من اللفظي إلى القلبي، كذلك يساعد الإنسان على هذا كثرة التدريب، أن يجلس فيخرج الاسم الشريف الله من قلبه ويدرب نفسه على ذلك حتى ينطق القلب دون تفكر ولا تدبر منه. فالتدريب على هذا، ويسميه أهل الله كثرة الذكر، وحملوا عليه قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ليس الذكر فقط، وإنما كثرة الذكر. المستهترون بذكر الله عند مسلم، والمستهتر الذي فاض وذاع وشاع من لسانه ذكر الله سبحانه وتعالى. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.